احلى حاجه النهارده ان احنا هنتكلم عن الكره النسائيه، انه سبحان الله يعني هاديه، مفيش مشاكل، مفيش ازمات، وان كان طبعا انت عماله، انا عارف من الكواليس عماله تخش في امور وتسافري كتير وتتحركي كتير عشان تحلي كثير من الامور اللي كنا متاخرين فيها. السؤال العام الاول، احنا الكره النسائيه بتاعتنا فين دلوقتي؟ خلينا الاول ابدا كلامي معاك، اقول طبعا لكل جمهورنا ومصرنا العظيمه كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه السنه الهجريه الجديده. اتمنى ان شاء الله باذن الله تبقى سنه مليئه بالنجاح والعمل والتفوق فيه باذن الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. طبعا كره القدم النسائيه في مصر ملف كبير ومهم جدا، وفي متداخلات كتيره قوي، ولكن خليني اقول لك الاول ان احنا دولتنا المصريه ومؤسساتها متعودين ان احنا نشتغل علشان نحقق النهوض بيها. ورؤيه مصر 2030 تحت رعايه السيد الرئيس، فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقول ان احنا لازم نسعى ونشتغل كلنا. واحنا كاتحاد كوره هو مؤسسه رياضيه لا تنفصل عن اي مؤسسه من مؤسسات الدوله المصريه، فبنسعى في هذا الطريق فعلا وهو النهوض بكره القدم المصريه. ما يقدرش نغفل ان رؤيه 2030 خلاص هي دي الرؤيه الجديده وهي دي مصر الجديده، وكلنا شغالين على ده. مظبوط. ونطور كل طبعًا حاجه بقى، كل حاجه نشتغل عليها ونطورها فيها. صح. يمكن انا كعضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم بتشرف ان انا مع مجلس اداره محترم، استلمنا في 5 يناير المجلس، كل منا بيكن الاحترام للاخر، مجلس على درجه عاليه من التفاهم وعنده رؤيه مستقبليه وبيسعى دايما لخدمه الكره المصريه. كره القدم النسائيه كملف انا مسؤوله عنه. صحيح. هقدر اقول لحضرتك ان احنا بدايه من اول ما دخلنا واحنا دايما كل واحد ليه ملف، انا ملف كره القدم النسائيه اشتغلت عليه من جميع الاتجاهات. لقيت الدعم من زملائي، ودي حاجه خلتني ازود دافع عندي اكتر، وخصوصا ان احنا عندنا مسابقات محليه، عندنا مسابقات قسم اول قسم ثاني قسم ثالث، وده لاول مره في تاريخ كره القدم النسائيه. القسم الاول ساعدنا، الدوري الممتاز ساعدنا ان احنا نخلص المسابقه على خير، وكان نهائي الدوري القسم الاول ونهائي الكاس كمان عملنا ليه، وسلمنا درع الدوري ودرع الكاس في ملعب الترسانه. صحيح. وكان المباراه دي كانت مبثاه مباشر، وده كان حاجه برضو حدث الحمد لله تم ساعتها. حدث طبعا حدث. أيوة الاهتمام يعني بكره القدم النسائيه دلوقتي. صح. بقى ببذل مجهود كبير جدا في علشان يحصل، في خلاف ان العالم حوالينا كله في انطلاقه كبيره جدا في كره القدم النسائيه. حضرتك لو تابعت يورو اوروبا الاسبوع اللي فات كان حاجه مفخره، يعني تسجيل اكبر عدد جماهيري حضور، 87,000 مشجع ومشجعه في الملعب، حاجة بتدعو بتقول إن الكرة النسائية رايحة في حتة تانية جدا، وإن الكرة النسائية مستقبلها كبير. فإحنا ليه ما نبقاش كده؟ محتاجين كتير عشان نوصل لده أكيد، بس إحنا مش بعيد قوي.